عندكم بسطرمه؟ ازيك يا انكل؟ في تلاجة. اصل البسطرمه خلصت من عندنا، وبصراحه انا مكسل انزل اشتري. يا راجل وعلى ايه؟ ما في هنا مش كده؟ وكسر مستعيبه تطلب منكم شويه بسطرمه وكم بيضه، مش بيت ابنها؟ طبعا يعني بيتكو. بس انت هتتعشى بالبسطرمه؟ يعني بالليل كده مش هيعمل لك، هيتعبك. لا ما هو في زبادي برضه اهو. انا هنا والشيف. هاي يا هشام، طالع على السلم؟ لا انزل تاني، روح السوبر ماركت هات بيض وبسطرمه وزبادي. خلصناهم. خمسة آلاف وستين. مش مهم الستين، مش وقت قصور.